دكتور عبد الرحمن كمال، دكتوراه جراحة العامة طب عين شمس، زميل الكلية الملكية للجراحين لندن انجلترا، زميل واستشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام والجهاز الهضمي بمستشفى الساحل التعليمي القاهرة. أولاد صقر، شارع البحر أمام بنك قرية للتنمية والائتمان الزراعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج نماذج مشرقة. أحب أقول إن في بداية البرنامج إن أي شغل أو أي واحد بيشتغل في أي مجال وبيحب المجال ده أكيد جدا هيبدع فيه. إحنا معانا النهاردة الدكتور حب المجال اللي هو فيه، عشق المجال اللي هو فيه، ما دخلش المجال ده كده لمجرد إن هو عاوز يكون طبيب وخلاص، لا هو حب دخل المجال لأنه بحبه، لأنه بيعشق الطب، وفي نفس الوقت ما وقفش عند حاجة معينة، لا هو باستمرار كان بيطور نفسه دايما، كل حاجة بتقدم، النهاردة في حاجة بكرة بيكون في تقدم، التقدم في كل المجالات وفي الطب بيكون تقدم سريع جدا. معانا الدكتور النهاردة كان بيتابع كل حاجة، ده كله بجانب ان هو اساسا بيحب وبيعشق وعنده الموهبة في الجراحة وعنده الموهبة ان هو يكون يتخصص في حاجة هو حاببها من هو صغير. معانا الدكتور عبد الرحمن كمال عبد الرحمن صالح، مدرس الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام والجهاز الهضمي مستشفى الساحل التعليمي القاهرة، دكتوراه الجراحة العامة طب عين شمس، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا لندن، الزمالة المصرية في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بك يا دكتور عبد الرحمن. أهلا بحضرتك يا أستاذ عين. نورتنا يا دكتور عبد الرحمن وشرفتنا في سلسلة حلقاتنا مع الدكتور عبد الرحمن اللي دايما بيفيدنا بأجمل المعلومات وأدق المعلومات عن الأحداث اللي موجودة في مجتمعنا وعن صحتنا. وبعد ما عرفنا أهمية الصحة كنا لازم نختار الضيف المميز، الضيف الموهوب، الضيف العاشق لمهنته عشان يفيدنا ويفيد البرنامج ويفيد حضراتكم بصفة عامة. أولا بعد ترحيبي بحضراتكم وبالدكتور حابة أتكلم في حاجة، طبعا هزت السوشيال ميديا كلها، الموت في زمن كورونا. هو السؤال النهاردة لازم كلنا كده نسأله لنفسنا، احنا استفدنا ايه او اتعلمنا ايه من الفترة اللي احنا فيها في كورونا؟ اتعلمنا ان الفرد يساوي اسرة يساوي مجتمع، اتعلمنا ان احنا ما عندناش جيش واحد، لا عندنا جيوش متنوعة بألوان كتير وكل جيش بيبدع في مجاله، ولا اتعلمنا كمان ان الموت قريب جدا؟ احنا عارفين ان الموت قريب جدا لكن ما كناش حاسين بقربه للدرجه دي. طب اتعلمنا ان احنا نحترم الموتى ونحترم الموت. انا اسفه ان انا بتكلم في الموضوع ده بس هو استفز ناس كتير قوي. طبعا القريه بتاعه الدكتوره سونيا عبد العظيم واللي عملتها والاعتراض على دفنها. طيب انا بس هوجه كلامي لاهل القريه حاجه بسيطه جدا، حضراتكم اعتمدتم على ايه؟ اعتمدتم على علم، سالتم، عرفتم، اتاكدتم ان هي هتضركم. طيب حضراتكم محدش فيكم فكر في لو لحظة واحدة الدولة اللي بتعمل حظر وبتحاول ده هيأثر اقتصاد وهيأثر على تعليم وهيأثر وهيأثر، محدش فيكم فكر ليه الدولة أدت تصريح بالدفن؟ معنى كده ان مش هيبقى فيه ضرر؟ لو هيبقى فيه ضرر كانت الدولة منعت حاجة زي كده. طيب حضراتكم احنا النهاردة نطلب ازاي من الدكتور عبد الرحمن او الدكاترة او اي طبيب ان هو يبدع، ان هو يخلص، ان هو يضحي، ان هو يقف في وسط خط النار فعلا؟ النهارده الحلقه اللي فاتت كان الدكتور عبد الرحمن قال لنا من الايجابيات لكورونا ان احنا نرجع لانابه العبد لربه، وده تفضل شاكرا وشرح ان احنا لازم ان احنا يكون في علاقه بيننا وبين ربنا اكتر من كده، علاقه بين العلم والمعرفه والثقافه، ما ناخدش حاجه عن جهل. والنهارده السؤال للدكتور عبد الرحمن، الدفن يا دكتور وكورونا والميت في طرق الدفن بتاعته وفعلا بيصيب الناس بالضرر ولا ما بيصيبش؟ بس انا اتكلمت بطريقه انسانيه، حضرتك بقى تتفضل في اول برنامج وتكلمنا بالطريقه العلميه السليمه عشان نطمن الناس، هو فعلا طبيب المريض الكورونا ده خلاص كده خلاص ولا حتى الاهانه في الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الممارسات اللي حصلت بالنسبة لاعتراض دفن الدكتورة المتوفاة بمرض كورونا ليها ممارسات مماثلة على مستوى العالم مش في مصر بس. دايما احنا بنتكلم على نفسنا ان احنا شعب من العالم الثالث وان احنا شعب متأخر. لا ده الأحداث دي حصلت في شعوب متقدمة جدا. هو الخوف من انتشار الوباء هو اللي بيخلي العقل الجمعي ان هو يتصرف بطريقه غلط. احنا ما بنلومش نفسنا بس في نفس الوقت لازم برضو ان احنا نتعامل مع المتوفي بشكل انسب من كده شويه. طبعا هو حضرتك يا استاذ عامر المنبع الممارسات دي هو الخطا والجهل والاستماع للاشاعات اللي ملهاش سند علمي. حضرتك ذكرت كده في الحلقات اللي فاتت طبعا إن لازم ناخد المعلومه موثوقه. طبعا احنا مش عايزين فيروس كورونا المستجد يبقى فيروس كورونا المستبد بينا وبافكارنا. فعلا مصطلح جميل جدا فعلا مستبد. يعني مثلا لما توصل الحاله في ايطاليا ان المسنين يموتوا في دار المسنين وتتحلل اجسادهم عشان محدش خايف يقرب منها وهي بلد متقدمه. لما يبقى في قرار كاد أن يتخذ في بريطانيا بحرق جثث الموتى المتوفين بكورونا لولا اعتراض المسلمين على واليهود على هذه الطريقة ورجوع السلطات بناء على الأسس العلمية. لما رجعوا أسسهم العلمية فتراجعوا عن هذا القرار ده إن حرق جثث يعني هو مش هيقدر يمنع المرض أو هو أساسا الدفن بالطريقة العادية ما هوش مضر ما بيش بينقل المرض فرجعوا قرارهم. طبعا انا هتكلم فيها بس انا عايز اكمل الاحداث اللي بتحصل على مستوى العالم. اتفضل. لما الحكومه في سريلانكا تامر بحرق الجثث والمسلمين يعترضوا وكانت بتمنع الصلاه على المتوفى بكورونا ومع المريض الثاني سمحت بالصلاه بس احرقته برضه. لما بنلاقي الجثث مسجاه في الطرقات في اسبانيا وايطاليا وكل الناس خايفه تقرب منها. لما العراق المستشفى يطلع تصريح دفن وتروح تدفن الجثث في المدافن الرسمية تعترض المدافن الرسمية على دفن جثث المتوفاة بكورونا ويعترض الأهالي وترجع الجثة المستشفى لدرجة أن واحد بيتكلم عن مراته يقول ادهالي وانا ادفنها في البيت. لما واحد تاني يقول ألم تعد يفجعنا الموت ولكن أكثر شيء يشغلنا الآن كيف ندفن موتانا. فهذا الشيء خطير جدا منبعه الجهل وعدم الوعي والثقافة. هنوصل للحقيقة العلمية للموضوع. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن أسباب الانتشار وسائل الانتشار وقلنا أن أول خطوة الرذاذ عن طريق العطس والسعال وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. رقم واحد ما في الميت ما فيش عطس او سعال فمع عن طريق العطس والسعال ما فيش انتقال للمرض. يبقى انا عندي وسيله اخرى اللي هي ملامسه الاسطح التي تكاد تكون ملوثه بالفيروس وهذه تشمل جسد المتوفي والاسطح اللي هو لامسها اتعامل معاه ولا اسطح اللي هو لامسها. ده الكلام ده هيكون غالبا هيكون في المستشفى او المكان اللي هيكون الحجر السكن. فطبعا تكفلت السلطات الصحية في كل الأماكن اللي هي بتقوم بالغسل والتكفين دلوقتي. فطبعا المريض المتوفى بمرض كورونا بيغسل. اللي بيغسله بيبقى مرتدي جميع معدات الوقاية من واقي الوجه وواقي الرأس والجون إلى أسفل الركبة والقفازات والبوت البلاستيك إلى أعلى الركبة. فلداخل يغسل المتوفي بيبقى داخل بكامل معدات الوقاية بحيث ان مفيش وسيلة ان المرض يتنقل له. ثانيا لو حد من اهل المتوفى غير مسموح بدخول اعداد في غرفة التغسيل او التكفين فبيدخل لو دخل بنسمح بعدد قليل جدا واحد مثلا او اتنين وفي نفس الوقت بيرتدوا جميع معدات الوقاية وبيقفوا على مسافة آمنة من المتوفى. بعد ما يتم تغسيل المتوفي بيوضع في غطاء بلاستيكي غير منفذ للسوائل.
فما فيش مجال لخروج أي سائل يسمح بانتقال المرض. ثالثا، بينقل في تابوت خاص وبيمنع الصلاة عليه في المساجد، ممكن يصلى عليه في مكان يكون واسع شوية والمصلين ما يكونش عددهم كتير ويبقوا بعيد عن التابوت بمسافة معينة، وبيعتمدوا المسافة المسموح بها بينهم من بعض لغاية ما بيدخل المتوفي مقبرة الدفن، اللي بيدخله مرتدي كامل معدات الوقاية كما في السابق. إذا تم الدفن خلاص انتهى، يعني هو انتهى، ما عادش في أي وسيلة لانتقال المرض. هو الانتقال عن طريق الرذاذ والمتوفي أو الملامسة، فبانتهاء الدفن كل حاجات هو لمسها قبل كده بيتم تطهيرها. فبانتهاء الدفن خلاص انتهى، ما عادش في وسيلة لانتقال المرض من المتوفي اللي هو مدفون. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، مفيش حاجة للمقابر الخاصة في حالات الموتى كورونا. وإذا كان في يوم من الأيام التاريخ ممكن يحاسبنا إحنا هزمنا هذه الجائحة، هذا الوباء، ولا لأ، فهو مش هيحاسبنا على كده بس، هو هيحاسبنا إحنا هزمناها إزاي، كيف قمنا بهذا. أنا مش عايز أبنائنا بعد كده يجوا يقولوا ده آبائنا انتصروا على فيروس كورونا، ومن ضمن الإجراءات التي كانوا يقومون بها هو رفض دفن موتى كورونا في المقابر. هذا عار في الأخلاق والتاريخ والدين. هو برضو يا دكتور، هو طالما أساسا بناخد الاحتياطات الوجبة وما فيش أساسا خوف ولا قلق، مفيش أي سند علمي، سند علمي يتطلب مقابر خاصة، ما يطلبش الموضوع، لو يتطلب لما احنا بناخد العزل عشان هو أساسا مضطرين، أو الإجراء ده لازم بناخده عشان نعزل المريض عشان ما عادش غيره. فنفس الإجراءات لو المتوفي هينقل العدوى لحد تاني، فأكيد هناخد نفس الإجراءات إن احنا نعزله في مكان أو ندفنه في مكان خاص، بس ده طبعا مش متوفر، أو ده أساس ما هوش علمي. طبعا طبعا. طيب سؤال دلوقتي يا دكتور، الجراحة في زمن انتشار الوباء، طبيعي في أي جراحة أو أي عملية لازم يكون في احتياطيات ولازم يكون في نوع من الأمان. طيب مع انتشار الوباء ازاي بنقدر نتعامل مع الجراحات، وامتى نستخدم الجراحة، او امتى نحتاج ان احنا نعمل جراحة، وامتى ان احنا ممكن نقول الجراحة دي او العملية دي ممكن ان احنا نسيبها ما هياش ضرورية خالص، او يعني الجراحة في زمن كورونا بتكون ازاي؟ طبعا احنا دلوقتي في احنا لما جينا نتكلم عن سبل الوقاية فقلنا اول خطوة في الموضوع العزل الاجتماعي، فإن الجراحات لما بتتم بالمعدل الطبيعي كما في السابق، فطبعا أنا كده ما عملت ما أثرتش على مستوى العزل في حاجة، سواء أنا بعرض المريض أو بعرض مرافقيه اللي بيروحوا مع المريض اللي بيخش وقت العمليات ومرافقيه اللي بيدخلوا المستشفى عشان يزوروه، بعرض الأطقم الطبية لمعدلات عدوى أكتر. أنا عندي يهمني برضو أن أنا أحافظ على الأطقم الطبية بتاعتي، لأن أي أذى هيصيبهم هيأذي المجتمع كله. طبعا. فالإجراءات اللي تمت بالنسبة لنا بالنسبة للجراحة واعتمدت دوليا يمكن قريب، أن إحنا خدنا قرار أن مفيش أي إجراء لأي جراحة من العمليات الباردة في فترة انتشار الوباء والتي يمكن أن تؤجل. يعني إيه عمليات باردة؟ يعني مثلا فتاء وما فيهوش مشكلة، ما فيهوش اختناق، ما فيهوش مضاعفات، ما فيهوش مريض قاعد بيه بقاله شهور بقاله سنين، فانا ما عنديش اي مضاعفات في هذا الفتاء، فانا ممكن استنى مش مضطر اعمله. دي اللي هي تعتبر عمليات او توصيفها عمليات بارده، ان هي عمليات بارده ليست طارئه. رقم اثنين، لو عندي عمليات اورام فانا بحط الحالات اللي محتاجه فعلا جراحه كاولويه اولى وبتتعمل. لو عندي وسيله اخرى ان انا ادير بيها المرض في هذه الفتره، سواء علاج كيماوي او علاج اخر، فانا بديله العلاج الكيماوي كعلاج ما قبل العمليه، واجل العمليه شويه الى اكبر فتره ممكنه اقدر ااجلها. لو انا اقدر اقوم بعلاج تحفظي في بعض الحالات، يعني مثلا التهاب المراره او التهاب الزايده، واقدر اعالجهم علاج تحفظي لعل وعسى نسبة كبيرة منهم تعدي بدون جراحة، وأجل الجراحة بعد 6 أسابيع، بعد 3 شهور، أيا كان، يبقى ده شيء جميل جدا. الحالات الطارئة
انا ما قداميش حل يعني، عيان جاي حادثه بينزف الكلام ده، اي حاجه طارئه فتق مختنق زي ما حضرتك بتقول يا زعامل مثلا، في المضاعفات، حالات ما استجابتش للعلاج التحفظي، حاجات اورام محتاجه تتعمل، فاحنا مضطرين وبنعملها، ما في عندناش مشكله، طبيعي حتى مع اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه العلميه، بان احنا بنستخدم الجراح اللي بيعملها بيكون اكثر جراح خبره، بنقلل العدد في اوضه العمليات، بنستخدم كل وسائل الوقايه الكامله، فليها اجراءات معينه وبنعملها. بدأنا وفعلا انا سعيد جدا بافكار زملائي من الاطباء في عندنا في مدينتنا، ان هم عملوا جروب لإلزم بيتك واستشر طبيبك وانت في البيت، فانت ما انت مريض انت محتاج انت طبعًا. ممكن انت ممكن تستشير مريضك وانت في من غير ما تخرج في الحالات اللي طبعا اللي ممكن ما تحتاجش وصف، لو هو دكتور شايف ان انت محتاج ان هو يشوفك هيقول لك تعال، هو بس ممكن تكون الحاله مش محتاجه او عن طريق الوصف ان ممكن الدكتور يقدر يشخصها طبعا، او يحدد انت محتاج تيجي او مش محتاج تيجي، او محتاج اجراء جراحه او مش محتاج اجراء جراحه، فدي نقطه مهمه. النقطه الثالثه، بدأنا كل مؤتمراتنا العلمية اللي فيها التجمعات بدأنا نعملها أونلاين، وكل اللجان متعددة التخصصات بنعملها برضو بالفيديو كونفرنس أونلاين عن طريق أي وسائل تواصل، عن طريق السوشيال ميديا أو whatever، واعتمدتها جمعية الجهاز الهضمي في أمريكا، يمكن لسه في 8/4 يعني، الكلام ده كله لسه نازل في 8/4. الدكاترة زمايلنا في المدينة سبقوا الجايد لاينز بتاعت أمريكا، ودلوقتي بيتكلموا عن التيلي هيلث والأونلاين كونسلتيشن، واعتمد خلاص، وبياخد كونسنت كمان، يعني المريض بيدي كونسنت، يعني بيدي موافقة الأول على إنه هيتم هياخد الاستشارة بالتليفون أو عن طريق الاستشارة عن بعد، وبعد كده الطبيب بيتعامل معاه، بس اللي بيتعامل معاه لابد ان هو يكون متخصص في نفس مجال سؤال المريض. طيب. فاعتقد ان دي يعني اللي يعني اجراءات يعني ده اللي في الامكان يعني للجراحه. طيب يا دكتور، بما ان حضرتك ما شاء الله مطلع ودائم التطور ودائم، وده على فكره ده مش شهاده احنا بس، ده شهاده المرضى بنفسهم، يعني احنا فريق الاعداد لما بيسال على حضرتك من راي المرضى نفسهم بيسمع ما شاء الله يعني احلى كلام وعلمك الفايض. هنا اول حاجه كنا حابين ان احنا حضرتك تتكلم معانا عن الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي وجراحات الجهاز الهضمي في مجال تخصص حضرتك، ان نعرف الاول ايه هو الجهاز الهضمي، بيتكون من ايه، والجراحات اللي بتتم في الفتره دي للجهاز الهضمي. اتفضل. بص حضرتك، هو جراحه الجهاز الهضمي بالنسبه لنا يعني احنا يعني احنا تخصصنا العام اللي هو جراحين عموم، يعني جراح عام تخصص من جوه تخصص، فجراحه الجهاز الهضمي بالنسبه لنا تخصص من جوه التخصص، يعني تخصص من جوه التخصص، وتخصص دقيق من جوه التخصص العام. الجهاز الهضمي بيبدا من مدخل الطعام الى مخرج الفضلات، من اول الفم والبلعوم الفمي والمريء والمعده والاثنى عشر والامعاء الرفيعه ثم الامعاء الغليظه ثم المستقيم والشرج بما يشملهم من الكبد والبنكرياس والقنوات المريه، وعندنا كمان غدد ملحقه بالجهاز الهضمي اللي هي الغدد اللعابيه. فهذا كله بيدخل في مجال هذا التخصص الدقيق اللي احنا بنشتغله. الفم بيشتغلوا تخصص اسنان ووجه وفكين. البلعوم ممكن يشترك معانا في الانف واذن وحنجره، هم اللي بيشتغلوه اكتر. المريء المريء بيشترك معانا جراحه الصدر فيه كمان. فاحنا من اول بقى المريء من تحت كده واحنا نازلين للاخر، فده تبعنا منفردين يعني. ما حدش بيتدخل، ما حدش هيتدخل معانا فيه. طيب هو دكتور حضرتك زي ما قلت من اول المريء، يعني اول المريء ده جراحه منفرده. طبعا هو احنا قلنا الجهاز الهضمي يبدا من الفم. طب المريء من الجهاز، او المريء عضو في الجهاز الهضمي، المريء بينتهي بالمعده. طيب في ناس كتير بتشتكي بتقول لك انا بحس في يعني فوق المعده ابدا كده، ابدا عندي احساس بحموضه، او عندي بيطلع كده
يقول لك في فم المعدة مثلا، طبعا ده يقصد به المريء اللي هو أول عضو بعد، أو اللي هو العضو التالي للمعدة. طيب ده وصفه إيه؟ إنه يبدأ يحس بحموضة، ده بيكون وصفه إيه طبيا؟ الأستاذ عامر على ما يبدو عايز يبدأ القصة من بدايتها. ما احنا عايزين نبدأها هو أنا يعني هو الأستاذ عامر أثار نقطة، إن احنا أنا بتكلم من منطلق جراح. أيوه طبعا. هناك تخصص لصيق ودايما بنتعاون مع بعض، وهو أطباء الجهاز الهضمي اللي هو الطبيب الباطني. أيوه. مشاكل حضرتك بتتكلم عن مشاكل فم المعده وارتجاع المريء وارتجاع الحامض والكلام، ارتجاع المعدي الحامض اللي هو الاحساس بشيء حامض مثلا كده. هو زي ما حضرتك بتقول، هو المريء العضو السابق للمعده وبينتهي بدخوله المعده تحت الحجاب الحاجز ببضعه سنتيمترات. نقطه اتصال اسفل المريء باول المعده دي تعتبر صمام في اتجاه واحد، يعني المفروض ان هو بيسمح بمرور الطعام من المريء الى المعده، يعني بياخد من على الفم البلعوم المريء المعده المعدة، يعني ولا يسمح واحد برجوع سواء الطعام او سواء حامض المعده الى المريء، يرجع تاني المريء. فده بيبقى صمام بيسمح بمرور الطعام في اتجاه واحد. في بعض الاحيان بيحصل خلل في اداء هذا الصمام بحيث ان هو بيسمح بارتداد الحامض الى اسفل المريء. ده حامض معدي اساسا، يعني الحامض المعدي شديد الحموضه. بس ما بنحسش بيه وبنحسش بالحموضه الا اذا كان الصمام فيه خلل، يبدا الحامض ده يرجع على المريء، انما في المعده احنا ما بنحسش بيه لان هو اساسا ده يعتبر مثلا حامض موجود في بيساعد. لا لا لا، تركيبه الانسجه للغشاء المبطن للمعده بتختلف عن تركيبه الانسجه في الغشاء المبطن للمريء، عشان كده بنحس بيه بالحموضة. لان المعده مهيئه ان الغشاء المبطن ليها ما بيتاثرش بالحامض بالدرجه. الحامض فلما الحامض بيخرج عن مسكنه الطبيعي وهو المعده ويخرج الى المريء، فبيحصل تغيرات في الانسجه المبطنه للمريء وبتحصل هذه الاعراض. تمام. انا عايز اتكلم ان الاعراض دي في منها نوع ممكن يكون اعراض طبيعيه، يعني اي واحد فينا في حياته ممكن يتعرض ان هو يحس بحرقان او ارتجاع من الحامض في المريء، وده بيبقى ارتجاع فيسيولوجي ما فيهوش مشكله. الارتجاع المرضي لو بدا ياثر على كفاءه حياه البني ادم وبصر على ادائه، ودايما دائم الشكوى والاعراض بالنسبه له متعبه ومقلقه والكلام ده، هو يكون ارتجاع مرضي لو استمر فتره طويله، ده يبقى اسمه ارتجاع طبعاً مرضي. طبعا لو خرج عن حده معينه ومعدل معين، يعني دايما في اوقات مثلا اكلنا اكله سمينه شويه ونمنا ممكن نحس بشويه ارتجاع او حامض، فده طبيعي. ده طبيعي، ده ارتجاع فيسيولوجي طبيعي. انما لو قعد فتره طويله او الحده زي ما حضرتك بتقول، ده يعتبر ده مرضي، لازم يكون له تدخل. طبعا وبنبدا في خطوات تشخيصيه له، بنعمل مثلا منظار مريء ومعده ونشوف هل في مثلا ضعف في في في, في, في انقباض الصمام دوت، هل في ارتجاع من المعده بيظهر قدامنا، هل هذه الصمام واسع زياده عن اللازم. فبيبقى اول خطوه في الكلام ده اللي هو المنظار عن طريق الفم. اخواننا وزمايلنا بتوع الطب الجهاز الهضمي بيبداوا معالجه هذه الحالات، المفروض ان هي بالادويه وبعض التعليمات المعينه. هو لو الصمام مثلا هقول ان هو مثلا ما بيحكمش او هو في الحامض بيرجع، ممكن العلاج هيعمل ايه في الصمام؟ يعني العلاج اللي هو بدون تدخل جراحي ده هيكون مثلا ازاي؟ ايه شكل ان هو يرجع الصمام الى شكله الطبيعي؟ احنا بنحاول مثلا ان المريض ما يملاش معدته قوي بحيث ان هو ما فيش حاجه تطلع فوق بنسبه كبيره شويه، يسيب مجال، فيبدا بدل ما هو ياكل وجبات كامله مثلا فطار غدا عشاء، ممكن ياكل كل ساعتين مثلا وجبه صغيره بحيث ندي مجال للمعده ان هي الحمض اللي جوه المعده ما يوصلش للمريض، ما يزيدش حجم المحتوى المعده والضغط جواها، فيبدا يطلع هذا الحامض الى اعلى. طيب لو العلاج بالادويه ما جابش نتيجه، بنبدا ندخل، بيجي بقى الجراح، بيجي المريض لينا بقى احنا في الجراحه، ده يخش على الجراحه بقى كده. بنبدا نقيم هذه الشكوى.
نعتمد على المنظار ونشوف مثلا هل في فعلا ارتجاع، هل في اتساع في هذه الفتحة، هل في ارتجاع في الحامض، ممكن ارتجاع من جزء المعدة في أسفل المريء، فبنحدده بالمنظار. ثانيا بنعمل فحص تاني وهو حركية المريء، بنقيس ضغط في هذا الصمام لأنه المفروض له ضغط معين، فلما يبدأ هذا الضغط بيقل بقياس حركة المريء فنعرف ان هو هذا الصمام ضعيف، وبنقيس حركية المريء من اول بدايته لغاية نهايته، هل هو الحركة وظيفته طبيعية ولا في خلل وظيفي في المريء، لان ده بيساعدنا في التشخيص وبيساعدنا في اختيار نوع العملية بعد كده. يعني لو المريء فيه خلل ده ممكن ينتج عنه احساس بالحموضة او ارتجاع مريء طبعا، ولا لان هو الصمام بس؟ انت عارف حضرتك ان المفروض لو الانسان واقف على دماغه ممكن يبلع الاكل، ده هو واقف على دماغه. وهو واقف على دماغه مش بسبب قبضات المريء، يعني هو المريء ما بيعتمدش على الوقفه الجاذبيه، الطبيعي، ما يعتمدش على الجاذبيه، يعني الانقباض انزلاق، يعني ما والانبساط، يعتمدش على الانزلاق. ما يعتمدش على الجاذبيه فقط، يعني انقباض وانبساط لان ويمر في الاكل نوع الى المعده. معين من الانقباضات الدافعه زي ما بيقول، فبيقوم بها المريء. في بعض العيانين هذه القبضات بتبقى ضعيفة أو ضعيفة، مش موجودة أو فيها خلل وظيفي معين. دي ممكن تتعالج جراحيا ولا ممكن بالأدوية برضو؟ غالبا الأدوية ما بتجيبش معاها نتيجة، بس هي كمان بتساعدنا في التشخيص بالنسبة للحالة أو بتساعدنا في اختيار نوع العملية. يعني الصمام هو اللي فيه الخلل أو المريء نفسه هو اللي فيه الخلل علشان تبدأ تشتغل في العملية، تعرف بالظبط إيه الحاجة اللي هتبدأ تتعامل معاها. تمام. طيب الجراحة، تدخل الجراحة فيها بيكون منظار ولا بالجراحة العادية لا، ولا منظار؟ الجراحة التدخل فيها طبعا بالمنظار أفضل بالمنظار أفضل برضه، طبعا طبعا يعني دي طبعا من مميزات المنظار أو الجراحات طبعا، بالمنظار. اللي هو بيدخلك في مكان ممكن يكون أنت ما تقدرش توصل له بالفتح بطريقة بسهولة، وفي نفس الوقت بينقلك الصورة مكبرة، أيوة، ودي من مميزات فدي ميزة، جراحات فأنت المنظار اللي أنت بتوصل شرحناها. لحاجات بعيدة وضيقة وبدرجة تكبير كويسة، فدي شيء جميل جدا. كمان احنا ممكن نستخدم المناظير الهجينه، يعني احنا اتكلمنا يعني في ايه؟ المره اللي فاتت اتكلمنا عن عن المناظير. المنظار الجراحي وان احنا بندخل فيه من فتحات في جدار البطن، ايوه، الفتحه بتتراوح طولها من سنتي سنتي لنص سنتي لسنتي، ل 12 مللي على بالكتير، حسب. ده انا ممكن اخش بالمنظار الجراحي ده من عن بالفتحات طريق البند، الطبيعيه. واخش كمان بمنظار من الفتحات الطبيعيه من الفم وابقى شايف من جوه ومن بره. يبقى انا كده كمان مش محتاج اصلا ان انا افتح، ولا احتاج اعمل تجميل بعد كده، ولا ممكن يكون. لا، هو مش الدكتور يوسف، مسألة محتاج أنا بظبط، يعني هو المنظار الجراحي هو ده اللي أنا هعمل بيه الشغل غالبا، اللي هو فتحات نخش البطن، الفتحة دي، الفتحة الطبيعية أنا او بخش الاس من الفتحة سنتي. الطبيعية بحيث إن أنا بقيس معدل شغلي، أنا ضيقت المريء من جوه بدرجة أكبر أو بدرجة أقل، في إصابات لا قدر الله في المريء وأنا من الشغل، هل في ممكن يكون لا قدر الله حصل إصابة وفي تسريب، بشوف المريء من جوه ومن بره الاتنين مع بعض، طب ناخد فبيبقى معايا عينين شغالين. معانا فصل يا دكتور كده. اتفضل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. كان قبل الفاصل يا دكتور بنتكلم عن جراحات المريء او جراحات ارتجاع المريء، طب ازاي بنقدر نتدخل معاها جراحي؟ هو طبعا الفكرة زي ما قلنا في ارتجاع المريء ان هو الصمام الفاصل بين اسفل المريء واول المعدة بيبقى يعني غير محكم، مع بعض ممكن يكون في خلل تشريحي شوية في هذه المنطقة، فالفتحة اللي بيعدي فيها المريء من حجاب الحاجز إلى المعدة بتبقى واسعة شوية لدرجة إن ممكن جزء من المعدة يعلو ويطلع فوق الحجاب الحاجز إلى أسفل الصدر. فأول خطوة في العملية إن إحنا بنبدأ بدخول البطن عن طريق المنظار الجراحي زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وبنبدأ حضرتك يا زعامر نبدأ نسلك أسفل المريء ونرجع بيه لمكانه الطبيعي اللي هو الجزء اللي تحت داخل تجويف البطن اسفل الحجاب الحاجز، دي اول خطوه. ثم تاني خطوه بنبدا نقرب العضلاتين اللي بيعدي بينهم المريء بحيث نقلل فتحه اللي بيعدي فيها المريء من الحجاب الحاجز، لان اتساعها هي اللي سمحت للمعده ان هي تعلو الى فوق. هو حضرتك، هو الصمام ممكن يكون مش سبب، او هو الصمام اساسا ده
مش هو المفروض في نهاية المريء أو في الجزء اللي داخل ما هو الصمام بيتكون من أجزاء. يعني يعني ممكن يكون الفتحة اللي بين الصمام والحجاب الحاجز أو بين المريء والحجاب الحاجز برضو يكون فيها اتساع. ما هو الفتحة اللي بتعدي فيها المريء من أسفل الحجاب من الحجاب الحاجز من أسفل المريء دي طبعا جزء من الصمام نفسه، جزء من الصمام، جزء من ميكانيكية هذا الصمام. يعني تنقبض برضو تنبسط مع المريء أو على المريء. وموقع أسفل المريء داخل تجويف البطن لوحده جزء من الفسيولوجية أو ميكانيكية الصمام كمان. تمام. طيب احنا بعد ما نوصل للنقطة دي نزلنا بالمريء إلى أسفل وضعه الطبيعي في البطن وقفلنا الفتحة اللي حجمها الطبيعي اللي هي موجودة في الحجاب الحاجز، فاحنا بنخاف إن الجزء ده يرجع تاني لفوق. فبنجيب أعلى المعدة ونلفه على أسفل المريء من تحت، بحيث ان احنا بنلف حواليه كده ونثبته ونخيطه بحيث ان ما يرجعش لفوق تاني، في نفس الوقت يزيد من قوه عمل الايه الصمام من ناحيه الفسيولوجيه والميكانيكيه. تمام. وبعد كده بيكون المريض خلاص فعلا ما عادش بيحس بكل الاعراض دي وفعلا ربنا شفاه. بيخش في مرحله انتقاليه بين الاثنين. يعني بيقعد له في الاول كده شهر شهر ونص مش قادر يبلع كويس. على ما اعضاء الجسم تاخد اعراض طبيعيه. اعراض طبيعيه بيبدا يتغذى سوائل الاول وبعد كده اكل سهل. يعني ما ينتظرش النتيجه فوريه. حضرتك طبعا بتفهموا الحاجات دي يعني الطبيب او حضرتك بيبدا يفهموا النظام هيمشي معاه مده كده. يعني طبعا يعني هو ما تخيلش ان هو ثاني يوم هيبقى الوضع طبيعي 100%. لا هو بيرجع طبيعي بس من ناحيه الحموضه بس. بيجي لنا اعراض ثانيه ممكن تكون مصاحبه للجراحه نفسها، فبتاخد وقتها ان شاء الله في اغلب الحالات وبتعدي. نسبة نجاح العملية دي من أول ما اخترعوها في التمرينات اللي هو العالم اللي هو نيسن تعدي 90% والحمد لله العين بتوعنا بيبقوا زي الفل بإذن الله. طيب يا دكتور بقى احنا عايزين نصايح عامة للعامة والمرضى الجهاز الهضمي، يعني للناس اللي هي مرضى والناس العامية اللي هي الحمد لله ما عندهاش أي أمراض في الجهاز الهضمي، نصائح للجهاز الهضمي عموما حضرتك تتفضل بيها نتقي بيها شر الأمراض وفي نفس الوقت لا قدر الله حد عنده اي مرض في الجهاز الهضمي يقدر ان هو بيها يتغلب الى حد ما. والله حضرتك يعني هو كونه جهاز هضمي فاول نصيحه هنقدمها ان لازم نهتم بالغذاء الصحي. طبعا. يعني هو يعني رقم واحد الغذاء الصحي. ايوه. لازم اهتم في الغذاء بتاعي بالانواع الغذاء اللي فيها الياف غذائيه. أيوة. زي الشوفان والخبز البلدي اللي هو فيه رده. أيوة. والخضار والفاكهه الحاجات اللي فيها الياف كلها انا لازم اخد لي مثلا في اليوم من 25 30 جرام مثلا الياف، لان الالياف دي ما بتتضمش فبتنزل القولون، فالقولون بيتحرك عليها وبينظم حركته عليها. جميل. يعني فبتفيد جدا في بتمنع الامساك وبتنظم حركه القولون والكلام ده، ومفيدة جدا لمرضى القولون العصبي. فالألياف الغذائية ده شيء مهم رقم واحد. رقم اتنين شرب الماء. الماء مكون أساسي من جسم الإنسان وبيدخل في أغلب العمليات الحيوية خصوصا وتظبيط درجة الحرارة. فكونه بيخلي مكونات الفضلات في القولون لينة لما أنا أشرب مية بكمية كافية فده شيء مهم جدا. يعني المفروض الإنسان الطبيعي يشرب مية قد إيه؟ من 8 كوبايات ل 12 كوبايه في اليوم مثلا. ده صيف او شتاء؟ طبعا. ايوه ماشي. رقم 3 وممكن يعني ميه، خلينا برضو نهتم بالعصائر والسوائل والحاجات الشيء ده شيء مهم برضو. رقم 3 نحاول نقلل الدهون والمقليات على قد ما نقدر، يعني خلينا في الزيوت النباتيه والمهدرجه وبلاش طيب احنا استفدنا جدا يا دكتور بالحلقه الجميله دي، ونتمنى من مشاهدينا الكرام يكونوا استفادوا من المعلومات الدقيقه والمعلومات الجميله، لكن للاسف الوقت ما بيسعناش اكثر من كده مع دكتور عبد الرحمن، واحنا مش محتاجين سلسله حلقات، احنا محتاجين تجمع سلسلات، يعني محتاجين وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا نستفيد من علمك ومعرفتك والاتساع اللي حضرتك فيه. وفي نهاية حلقتنا أحب أشكر حضراتكم، أشكر الدكتور عبد الرحمن وأشكرك يا عامر، وأقدم خالص التعازي وخالص الاحترام للجيش الأبيض لكل جيوش مصر عموما والجيش الأبيض بصفة خاصة،
وخالص التعازي لأسرة الدكتورة سونيا عبد العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا في حلقات متجددة من سلسلة الدكتور عبد الرحمن كمان إن شاء الله الحلقة الجاية يوم الأربعاء الساعة 1. السلام عليكم ورحمة الله. شرفتنا دكتور.